السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم في فيديو جديد. هنتكلم النهاردة عن موضوع مفاجأة حقيقة، يعني مش متخيلة، بس هنتكلم. حبيت أعرج الأول عن الموضوع. النهاردة كان عندنا في دام سكوير بأمستردام للمصريين اللي في الخارج، المعرضين للانقلاب العسكري، في الذكرى 9 ليه، والحمد لله ربنا يستر لنا كنا في الوقفة النهاردة. لكن كان في شيء ملحوظ ويمكن الناس طبعا علقت عليها، واللي هو وجود أعلام إسرائيلية في الوقف أو بجوار الوقف. أنا أثناء البث كان حوالي 45 دقيقة. أثناء البث اتحركت بالفعل ووضحت للناس إن الأعلام دي دي ملهاش علاقة بالوقفة خالص، دي ناس واقفة بعيد، بحكم إن المكان ده الساحة دي أو الميدان ده بحرية، كل واحد بيبقى عايز يعمل حاجة بيعملها. في حد كان بيبقى قاعد للكيان الصهيوني، بيبقى قاعد كده عشان يعرف الناس بالظلم الواقع على الكيان الصهيوني، يعني زي ما في حد تاني برضو بيشرح موقف الجانب الفلسطيني. وكان بالمناسبة كان في وقفة للمتضامنين مع أوكرانيا، فأنا وضحت دوت في الفيديو للي ما خدش باله أو اللي ما شافش الجزء دوت من الفيديو، فهو دي كل الحقيقة، وتقدروا ترجعوا للجزء دوت أثناء تصوير اللايف. بس دي الجزء اللي احنا حبينا نعرج عليه. طيب، في حاجة بقى تانية مهمة اللي هو موضوع الفيديو النهاردة. تخيلوا بقى، يعني هي المفاجأة في ان البرلمان المصري اللي هو برلمان السيسي عايزين يلغوا وزارة الهجرة تماما، عايزين يعني قعدوا نبيلة مكرم في البيت، يلبسوها الجلابية، مش الجلابية، يلبسوها العباية مثلا. طبعا لجنة الخطة والموازنة في مجلس الشعب قاعدين بقى، هم قاعدين يعني بقى عاملين يبصوا. طبعا البلد داخله في حاله ضنك، وطبعا بقى بتوع القوى الموازنه عايزين يشوفوا اي حته اصواله منين، يقصوا منين. فقال لك بس، قال لك دلوقتي الوزاره دي اصلا وزاره يعني ايه، لا مؤاخذه بتحس انها بنت حرام اللي هي طلعت من رحم، لا مؤاخذه ما اعرفش طلعت منين. طبعا هي كانت تابعه للقوى العامله. فقال لك طبعا احنا مش عارفين هي تابعة للقوى العامله ولا تابعه للخارجيه، ما هنا تقريبا هي بتقوم بنفس دور الخارجيه ولها صلاحيات وامتيازات والدنيا واسعه معاها، فهي ليه ما تبقاش تابعه للخارجيه، او ليه ما ترجعش تاني للقوى العامله، او هي ليه موجوده اصلا ما نلغيها ليه بقى؟ لانهم اكتشفوا ان هي بتصرف بتكلف الدوله بس 138 مليون جنيه، اسف 138 مليون دولار سنويا، مؤتمرات بس، ده مؤتمرات وحفلات وبتاع. طبعا الفكره هنا هم يقولوا اللي هم عايزينه، لكن السيسي يعمل اللي هو عايزه. الفكره نبيله مكرم ده هو يا جماعه جاب واحده عمل لها وزاره، مش 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 عشان سواد عيونها ولا عشان خاطر هو مهتم بالمصريين اللي في الخارج ولا كلام من ده خالص. الموضوع كله موضوع غسيل اموال من الاخر، الفلوس بتاعتنا عايزين نطلعها بره وننظفها ونشطفها ونظبط الحدوته. فهي نبيله مكرم هي المسؤوله عن الحدوته دي. واللي فضع ده اكتر الجريمه بتاعت ابنها اللي هو اللي محبوس دلوقتي في امريكا وبيتحاسب بعد ما قتل اتنين، واللي جزء واللي ضالع فيه برضه المكان اللي كان بيشتغل فيه مع ليلى بنس اللي هي المصريه الامريكيه صاحبه الشركه العظيمه دي، اللي زي ما بيقولوا كده اداره الثروات. طبعا فاهمين يعني اداره الثروات، اكيد مفهومها يعني واضح للناس. فهي دي الفكره. فتخيل بقى يا مؤمن ان البرلمان السيسي يبقى عايز يلغي وزارة نبيلة مكرم. طب ما كنت يا بنت الناس طلعت بكرامتك واستقلت وخلاص ومشيت، لازم يجوا دولت لمغز، دول شوية مطبلاتية يعني، دول مش نزهة قوي يعني، يعني مش حد مثلا من المعارضة ولا حتى القوى المدنية اللي طلب الكلام ده، ده منكو فيكو ويمشوكوا بزفة. طب ليه ما كنت مشيت بكرامتك؟ هو فعلا بص، إن الله لا يصلح عمل المفسدين، خلصت. هو المعلم جايبها عشان خاطر تهندم له الدنيا، هي معلم قلبوا عليه وقلبوا عليه. فاحنا في الغالب ممكن في الفترة الجاية هتلاقي مفيش وزارة بقى، يتم دمجها مع الخارجية، يتم دمجها تاني مع وزارة القوى العاملة. ودي حدوتة نبيلة مكرم والبرلمان، او برلمان السيسي، اسف مش عايز اقول برلمان بس كده عشان الناس ما تتخضش، او برلمان السيسي. بس دي كل الحكاية، ونشوف الايام الجاية تحصل ايه مع ام القاتل. سلام، ونشوفكم في فيديو جديد. كان معاكم احمد الرصد. We'll be right back.